ايه رايك في القصه بتاعت النهارده؟ بصي هي قصه وفاء ديت زي زي قصص ناس كتير بيتعرضوا لفكره الاعمال والسحر. انا عايز اقول لك ان كان في احصائيه مثلا اتعملت من كام سنه كده طلعت ان احنا المصريين بيصرفوا حوالي اكتر من 10 مليار جنيه سنويا على الاعمال الدجل دي. يعني بيعملوا ايه بيعملوا ولا بيفكوا ولا بيعملوا كله بقى ما هو اللي اللي بيعمل 10 بي... مليار 10 اكتر من 10 مليار جنيه سنويا طالما معاكم الفلوس دي ما بتحطوهاش في ما بتحطهاش البلد ليه او آه. البلد دي صحيح بجد بجد دي احصائيه عاملها المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه مع ان انا اعرف انه لو لا قدر الله حد معمول له عمل برضه بغض النظر عن انا بصدق في الكلام ده او لا م. عن القناعات الشخصيه لانه انا بتعاطف جدا م. لو لو شيخ قال لك هاخد فلوس او حد يعني وما بيبقاش اسمه شيخ يعني لو قال انا هاخد فلوس ده ما لا مش كل حاجة. الناس عندهم هذا الوعي بقى يا سيدي لو في ناس بتعملها بقى... بنصاح هيقولك لك هتجيبي بخور معين تتبخري بيه بطريقه معينه وهي الفكره, ال... آه لا. هي الفكرة الموضوع, هزر... الموضوع بقى فعلا منتشر جدا طبعا للاسف وفي كل مم. الطبقات الثقافية والاجتماعية على فكرة مم. ما بقاش بس في الطبقات نقول مستوى وعي أقل أو مستوى ثقافي أقل كله ممكن يرد كل دادي. الناس ممكن تكون يعني بين آه ولا إلا اللي بيردوا رد قاطع الدكاترة النفسيين مفيش حاجة اسمها أعمال آه خلينا اقول لك ما هو واقع وظاهره مم. لا نناقشها بقى لان الموضوع خطير ما هوش مم. موضوع قليل يعني لا في حاجات بتبقى فعلا بارانورمال اكتيفيتيز يعني في حاجات بتلاقيها انه مش طبيعيه دي بتصعب على خيالك يعني في ناس تقول لك ايه أصلًا هو الوحيد اللي شاف الكلام ده المعنى الوحيد هو اللي هو أصله؟ أوريدي يا سالي في خلط ما بين الأعراض النفسية الاضطرابات النفسية وأعراض السحر يعني دايما بتبقى نفس الاعراض يعني لو جبنا أعراض اللي عند لو حد إنه... ممسوس او, ما أو. لا آه لان ده زمان, أو ما أو دا زمان أو. قبل ما يعني العلم النفسي يبقى واخد حظه كده كان بيتعامل مع المرضى النفسيين على ان هم ممسوسين في فكره الخلط من الاثنين ولكن انا مش جاي النهارده اقول لك ان لا هي ما عندهاش عمل لا هي عندها اضطراب نفسي هو الاثنين بيلمسوا على بعض خلاص يعني خلينا يعني, ل... يعني هقول لك حاجه اعراض الاكتئاب نفسها يقال ان هي اعراض المس ببساطه شديده يا سالي احنا دلوقتي لما بنتكلم على اعراض اكتئاب او اضطرابات اضطرابات نفسيه بشكل عام بيبقى سببها ايه سببها افكار معينه افكار لا معينه مش افكار سببها ياس لا انا بتكلم لا لا ما هو الياس بيولد ايه بيولد نوع من الافكار الافكار دي بتعمل مشاعر سلبيه المشاعر السلبيه بتعمل سلوكيات غريبه عشان كده تم الخلط ما بين ده وما بين ده م. تمام ولكن خلينا نقول مدام هي ظاهره موجوده ومدام احنا بنقول ان بيتصرف عليها مليارات الجنيهات ومدام بنقول ان وصلت ان هي كافه المستويات الثقافيه والاجتماعيه بدات تعملها وكل واحد كاره واحد ولا حاقد على واحد ولا متضايق من واحد ولا واحده خدت من جوزها ولا نجري نعمل مش مش هنا بس يا هند في بلاد بالزبط. معروفه بالحاجات دي في بلاد معروفه بالبلاك ماجيك بالظبط بخاص هو بقى هو ده حاجه يعني موجوده في بلاد في قارات معينه حاجه معروفين مظبوط لو احنا قلنا انا مش موجوده هتلاقي مم. لا ده معمول لي عمل وفي ناس مشاهير كتيره جدا مزبوط. طلعت وقالت مشاهير انا معمول لي انه ما, ما تقومليش قومه آه. انه احنا نخسر ان طيب. فريق يخسر حاجة. حاجة. ده بيحصل بالضبط فخلاص خلينا نقول انها موجوده عشان نعترض بس آه. تاثيرها ايه؟ يعني يعني حاله زي الحاله دي دلوقتي بتقول لك انا ما خلفتش عشان معمول لي عمل يا جماعه ده امر ربنا يعني الخلفه رزق امر ربنا مش مرتبط بالاعمال وغيره انا بشوف حاجه ما اعرفش اذا كان ده حقيقي ولا لا لانه مثلا احنا عندنا في البيت احنا فريقين فريق بيصدق فريق ما بيصدقش يعني يعني مثلا ابويا لا ومهندس تقولي العلم ما تتكلموش و... الكلام ده الكلام ده غلط والكلام ده عيب والكلام ده مش عارف ايه والكلام ده هيجيب لكم جنان و... ودول اغلبيه الناس اللي بتبقى ممكن حياتهم مش ماشيه كويسة قوي فبنيجي مثلا عند الناس اللي بتصدق غصب عنهم بتلاقي انه انا بشوف انه ما حدش يقدر يوقف رزق حد بس في حاجات صبت. بتتعطل يعني بامر ربنا يا سلي. بامر ربنا كله بامر ربنا مهما لا هقول لك حاجه بسيطه قوي يا سيدي دلوقتي دلوقتي انت لما واحد بيروح يعمل عمل واحد م. بيعمل ايه؟ بيسخر جن صح؟ اه ربنا كرم الانسان قولا واحدا عن كل الكائنات لا وقدرات وقدراته اخره ايه؟ اخره هيوقف لي هي وهيوقف أخره ايه؟ هيوقف لي ايه؟ هل هيوقف حاجه ربنا مش عايزه توقف؟ لا طبعا هل هيعطل حاجه ربنا مش عاوز كده؟ وما يدور الا بامري يعني, يعني, يعني حاجة انا كنت فعلا لما بتلاقي ناس انه في حاجات بتحصل بجد يا جماعه ملهاش اي تفسير فكنت اقعد اقول لهم انه ده ابتلاء وده فعلا ابتلاء وهو اقل بالزبط. من المرض يعني ابتلاء ابتلاء متخفي يعني كان ممكن ولا ولا كله ولا يقع احسن من انت حد يعمل لك مش عارف ايه او ربنا بيقول ما هي برضه الفكره بقى يا سالي في ان انا مم. بقتنع في ان العمل ده له تاثير عليا هي دي المشكله وده يخليني نخ... دخلني في نقطه مهمه قوي انت ازاي شايف ان في بني ادم انسان زيه زيك يملك القدره على انه يخلي حاجات تتحكم فيك لا ده اللي ده ما إيمان. بتبقاش في كده وقناعات يعني فكريه مش ما مش بتبقاش في كده يعني هقول لك على حاجه ساعات بتسيطر على الانسان افكار انه بتبقي محكومه بحاجه طبيه بمعنى م. انه انا قدامي وقت خصوبه او قدامي وقت معين انه الحق اخلف فيه قدامي وقت معين انه الحق اتجوز قبل ما يقولوا عانس ما هي بقى المجتمع مفروضه افكر المجتمع Thank you بالزبط. فالمجتمع لما بيضغط عليكي م. بيبقى ده بالتبعية اللي بيوصلك م. للياس او تقولي ما ممكن الانسان ده عايش حياته مبسوط وي 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 ومدمرني غصب عنك ما فيش كده خلينا عندنا ايمان بالله ونعرف ان الشخص اللي بيقوم بهذا الفعل او بيعمل الاعمال ده شخص يعني اقل من انك انت تشوفه ونبدا نتصرف يعني انا هتكلم معاكي في حاجه نبدا نتصرف ان احنا نشوف نغير مكاننا زي ما هي كانت بتقول ان احنا نسيب الشقه بس قبل ما نبدا نتصرف عايزه اتكلم في الشق الطبي يعني واشوف راي العلم ان احنا ممكن نعمل ايه عشان نبدا نتصرف ما فيش خمسة 35 ومش لاحقه ده نصيب أطبع. ده امر ربنا ورزق طبعا عايزه اعرف في حاجه من اسمها كده هل في حاجه اسمها انا في, 35 اكيد راي الطب هيقول في ناس بتقعد بالسنين لحد ما ربنا يكرمها بخير طبع. ده امر ربنا ده رزق ربنا مش طبع. حاجه بتاعتنا صح؟ مم. لكن أنا أرمي بقى ده الفكرة دي اللي هي بتاعت ربنا على أشخاص حاقدين كارهين آه. عندهم اضطرابات مش اضطرابات نفسية ده أمراض مم. عقلية الأشخاص اللي بيعملوا أعمال دي أشخاص مضطرب عقلياً